السلام عليكم. قبل فترة أطلقت نداء للآباء والفيديو طلع تقريبا أكثر من 1,000,000 مشاهدة على الريلز. اليوم نداء للزوجات، أختنا الفاضلة، الأزواج اللي بيشوف هذا الفيديو ابعت هذا الفيديو لزوجتك. أختنا الفاضلة، زوجك يحتاج منك الاهتمام والرعاية وحسن العشرة، وإذا نظر إليك أدخلت السرور إلى قلبه وفراشا تتقي الله فيه. ما تعتبي على زوجك إذا اطلع برا رغم أنه حرام وأنت تقصري معه في بيتك. زوجات، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في الرجال. تعلمي كيف تسيلي لعاب رجلك وزوجك بالحلال وبالطريقة الصح، وما تعيبي عليه لما انت بتقصري معاه. أرجوكم أخواتنا الفاضلات، هذه آداب وهذه أخلاقيات وهذه تقوى، وهذا واجب عليكن. فأشبعي زوجك في فراشه واجب عليك، وتتمننيش عليه حضرتك، فلا تخربي بيتك ولا تودي للنار، لأنك في سوء أدائك أنت وهو قد تدخل النار والعياذ بالله. حافظ على زوجك وتعلمي هذا الفن وهذه الأصول. ربنا يحفظكم جميعاً.